بسم الله وعلى بركة الله ينطلق الشوط الأول على المضمار العشبي هنا في نادي السباق والفروسية للخيل المهجنة الأصيلة مبتدئة درجة السادسة ولمسافة 1600 متر 14 راس في هذا الشوط. كل التوفيق للجميع من خلال هذا المساء ومن خلال هذا الشوط تحديدا. نتابع الآن في المركز الأول مداهم وثاني المراكز المفتون والمركز الثالث الآن متابعة للمركز الثالث لكرورا، بينما هناك تغيير في المراكز. المركز الرابع في هذه الأثناء نتابع وإياكم الجياد وتقدم الآن للمعظم. نتابع إذن في المركز الأول، لازلنا مع مداهم في الشوط الأول ولازلنا مع المفتون في ثاني المراكز وفري فريلودر في المركز الثالث، ومتابعة أيضا من كرورا في المركز الثالث الآن، وسترلينغ وورك متابعة قوية إذن هنا في الانعطاف قبل الأخير باتجاه الانعطاف الأخير، وأيضا متابعة لمداهم من الداخل ولكن تغيير في المراكز، منافسة قوية للمراكز الأولى بين مداهم وأيضا بين المفتون وأيضا بين الفوز. الآن إذن الإعاز من الخيالة للتقدم بالنسبة للجياد، متابعة قوية الآن، لازلنا مع المركز الأول مع ستيرلينغ وورك وتغيير في المراكز. الآن من الداخل متابعة قوية من كاميرامان وأيضا ستيرلينغ وورك أبرز الترشيحات للسيد سلطان الكواري. ستيرلينغ وورك إلى المركز الأول، متابعة أيضا من بقية الجياد، ولكن ستيرلينغ وورك وأيضا متابعة قوية من كاميرامان يخطف الصدارة في الأمتار الأخيرة من ستيرلينغ وورك. فعلا كاميرامان والترشيح. إذن نتيجة الشوط الأول، نتيجة النهائية، كاميرامان في المركز الأول مع المدرب زهير محسن والسادة مربط المرقاب والخيال أدري ديفرس. المركز الثاني لستيرلينغ وورك مع المدرب جاسم حمد الغزالي وملك السيد سلطان غانم سلطان الهديف الكواري والخيال هاري بنت. للمركز الثالث لرقم 13 مع كرورا المدرب ستيفانو أبيدو وملك السيد عبد الهادي مانع الشهواني الهاجر والخيال ماركو مونتريزو. المركز الرابع لرقم 2 المفتون مع المدرب جاسم محمد الغزالي ملك السيد شعيل بن خليفة بن جاسم الكواري والخيال جيبي جيامبر. خامس المراكز لرقم 6 قيدوم والمدرب ماجد سيف الدين ملك السيد سعيد مبارك سعيد الجفالي النعيمي والخيال عدنان حوا. ألف مبروك، تهانينا بانتظار بقية الأشواط.